du ministère de tutelle, les artistes vont plier bagages et partir vers d'autres horizons, chercher leur bonheur et leur gloriole. دابا معنا لايف مع سي البقالي ان كريتيك دار ماروكان، بغينا يتكلم لنا على وضعيه الفنان التشكيلي في السبعينات. Dans les années 70, au début des années 70, l'art était presque inconnu au Maroc. Il y avait quelques artistes qu'on peut appeler précurseurs ou pionniers qui dominaient la scène. Cinq ou six, pas plus de cinq ou six artistes. Ils monopolisaient l'art parce qu'ils revenaient de l'étranger munis de diplômes bidons et une culture. Ils étaient presque acculturés. Et la plupart vivaient peignés sous influence des grands artistes peintres européens. بالنسبة للفنانين التشكيليين اللي عاصرتيهم في السبعينات وكتبتي عليهم، شكون هما؟ ديال السبعينات جي كومونسي بار بن كمون باسكو لا فولي سو سويسيدي سي ترونشي لي فين ان اورو الور بور لو سوفي جو تروفي كو سيتي inhumain de le laisser, ce monsieur, de ne pas lui redonner l'espoir. Alors j'ai commencé à écrire sur lui, j'ai écrit plus de 130 articles sur lui, et Ben Kamoun s'est imposé. ولكن كي تجي تجربت ابن كمون تجربت ابن كمون الفنيه كيف تجي انت كناقد فني يعني اعطينا وجهه النظر ديالك الحقيقيه. سي تام بيتي صالوبا الى ينبورس ينبورس بور الي تي ديال اون فرانس كيش كي لا في دو سيت بورس لا بري لا بورس لا كومونسي افريكانتي لي في لا خيري ان تران دو سميتو دو فيفر فهمتيني او فيفر جور جور الى ديسيري الى ديسيري لا شوز بور لاكيل لي بارتي زعما كان الى لي سي طومبي لي سي زيتي دي لا كومونسي بالنسبه ل التورنيا سميتو اونغينيون سي بقالي غنرجعوا عطيتينا مثال ديال السبعينات سي مكمون كذا غنرجعوا لمريم مزيان. كيفاش كانت تجيك الفنانه التشكيليه مريم مزيان في الاعمال ديالها؟ بغيتي انا نعاودك على مريم مزيان. مريم مزيان كانت عارضه باب الروح. مريم مزيان ما عمر شي نقيد مغربي كتب عليها ولا الا الاجنبيين، والاكثريه شي ثلاثه صبريون شي ثلاثه نقاد صبريون هما اللي كاتبين عليها. انا قلت ويلي بنت هادي بنت الماريشال مزيان وبنت هادي وراجلها مغربي وداك الشيء الاخر وكتجي للمغرب مسكينه وكدير الخير وما كتخلي ما غادي نحاول نشوف الاعمال ديالها كيفاش دايرين الا عجبوني ولا شي حاجه ربما كان في شي تحديدها. وجات كاع لك وشكون اللي تكلف لها بالمعرض؟ تكلف لها بيا الشرايبي رشيد الشرايبي السي رشيد الشرايبي هو اللي تكلف لها مرسم مرسم هو اللي تكلف لها. المهم جات مريم مزيان انا مشيت لباب الروح كنت امبو سميتو ما عندي غرض في اللابس وما عندي فاس لا بينو في بالوموان لا بينو في بالوموان الى غيره. قلت لك اسيدي ويا جال في شي تحديد سيدي محمد السادس مين كان ولي العهد؟ من بعد خرج محمد السادس دارت الفيرنيساج قبل ما يبدا الفيرنيساج قالت لي داك لي سيرفور داك اللي غيفرقوا على سميتو قلت له بداو داك
قلت له أنا واحد قينا واحد البنتر ميدا يدور وليني حالته مسكينة مقاودة لشي ما تعطي فيها ريال ونجيني صراحة والله العظيم ما خيعش من ويا قلت له بدأ بهادوك وخلت دك صحابي الله كريم ودك الأبهات اللي جايين كي بوزي غير غير باش يتسموا راه جاو نريو ما مزيان ولا شي حاجه وما غادي يديروا والو غير لي زابارونس سون ترومبوز اي بور بريسيز لي زابارونس سون ترومبوز كتشوفو مشيتان جايين هادو ما عمرهم حطوا رجليهم بعدا لا بيتي بار ما عمرنيش تما كما عمرو حط رجلو بيداري شي فيرنيساج ولا شي حاجه. المهم قلت له بدا بهذاك عليا انا وداك واحد السيد داك السيد شتان غران بانتر جايبين ميداي دور كنت كتبت عليه جايبين ميداي دور. شكون هذا الفنان هذا؟ الشمالي اللي تنشوفو سميتو بنت تنعقل على سميتو راه بديت كننسى شويه فهمتيني. قلت لك المهم قلت له بدا من هذوك انا درت هذيك وكان كانت سميتو الكؤوس الكويسات زوينين خوك بدا على طران طران خدمت ما عرفتش كيفاش من باب الروح لوبينيون كتبت واحد المقال على مريم مجان ما يتصورش على العقل دفعت لوبينيون خرج اجدار باك واحد خاينا دا مشى دا شي شريبي ما تقولش شريبي ما تبقاش دوار يدعيك هذا براس نجي جا عندي لا غدا انا قال سميتو في لا كابيتال حيت لا كابيتال هذيك ما كيجمعوا فيها كلشي لي بانت ولي جيكريبان لي بوات. المهم كاع داك ليليت ديال المغرب كامل كتلاقى تما كيستير اليو دو رونكون ديال لي غران سميتو ديال لي زارتيست لي بوات لي جورناليست لي كريتيك دار اكسيتيرا. المهم عطاني قال لي اش كتكمي الصباح انا بحال حازق جاي والو ما عنديش الريح ويقول لي اش كتكمي قلت له كنكمي ماركيز هو يدخل شرى لي ويستون و 30 فرنك عطاني انا قبتها قلت صافي جاب الله باش نضربو الطاسات ونكميو هاك القارو فلوس الطاسه سميتو والمصيبه الاخرى راك عارفه شنو هي. المهم من بعد سمعت اجدار هذاك خينا مشي عند مريم ما مزيان قال لي هذا المقال راه زعماك هو اللي فينانسر لوبيراسيون بحال راه عطاو للارتيست. المهم مشى دخلوه في داك سميتو لورغانيزاسيون داك الشيء الفيزيك عام الله شقبت فيها انا ماشي شغلي. المهم انا دار معايا لو جيست وانا جيت لو جيست لا سميتو سون جو لي في بور مي ما جيم بور كيما ديما انا عارف فهمتيني بلا ما نضرب الحساب ديال غايسري غادي يدير هذا ولا غادي يدير هذا ولا واحد ما كيهمنيش. المهم انا كتبت ولي سيركونسونس واش كتبت راك عرفتيهم جيتي ستيميني وخوك وقع على الشامبان كيضرب في الشامبان حتى تبان له الحق فين كاين جبل العق بين كاين هذه باش زوينا السير بقالي من قطعتي لقينا الفرصه فين نتكلموا معاك على الاستوار فهمتيني. لا ما حد ارمي علاش وانا انا كتبت داك الارتيكل نعاود نكررها لك لانه حتى شي واحد ما كتب عليها وي وي يعني كمغاربة لكتيتي مروكا ما كتب عليها حتى شي واحد هذه اللي يديك لا خليك حرام معقولة. المهم تيوقع هاد المشاكل تتوقع الفترات هي تلقائية بحكم أن راك تتعرف الإعلام المغربي أو النقاد المغاربي ما عندهمش واحد الإمكانية مادية باش يتابعوا لارتيست وعلى ما بغاهم يديروا سميتو. راه أنا بعد نقول لك واحد القضية في هاد الشيء ديال النقد النهار اللي بديت كنكتب كانت واحد الندوة سميتو في الودايا على لي 5% ديال سميتو لي 5% لي زارشيتيكت ولي لي بانتر باش يعطيهم 5% ولا شحال 10% ديال سميتو باش لي زارشيتيكت فرضوا عليهم باش يعاونوا لي زارتيست يشريو لي زوفر ديال لي زارتيست ويدخلوهم سميتو لا ديكوراسيون ولا ويدخلوهم. المهم دخلوهم معاهم في لارشيتيكتور بحال دابا بنا شي هوتيل ولا شي حاجه خصو يدخل وتالي لي زوتيل بحال دابا باش ياخذ النجوم خصو يكونوا الطابلويات اللي ما كاينش الطابلويات والله ما تهكك ما تحركش قلت لك الطابلويات اللي ما كاينش الطابلويات والله ما ياخذ ما
ياخذش لي زيتوال. ما حد هو كيدير الطابلوت هو كيطلع في لي زيتوال. فهمتي دابا الاركيتكتور هو مثلا لو كان مصوم مزيان ولكن ما فيهش الثقافه ولا فيها العاره ولا ما عرفتو باش يخطاو على داك المشاكل لابد من لوحات فنيه ندوات مسائل لا رونكونت. نقطه مهمه دابا يعني الساحه الفنيه تتعرف عليك بانك يعني تعاونتي مع مجموعه ديال الفنانين التشكيليين في البدايه ديالهم كتبتي عليهم ومجموعه كبيره اللي وصلت. ولكن بغيت نسولك واحد السؤال واخا شخصي، واش هاد الناس مازال تتفكرك ماديا او معنويا؟ والو ما كاينش من هادشي. كاين اللي قبضته من 5 دراهم والله الا من 5 دراهم وانت ملي كنتي كاع كتبيع وتشري كنت كنجيب لك هذا شحال من فنان جبته لك. وي ما كنتش نعرف واحد دزت انت ما كنتيش كتعرفهم وانا عاوتاني ما كنتش كنعرفك. المهم دزت لقيتك كتشجع عندك 2 محلات وعندك لي فري والويل اش درت انا؟ قلت لك اودي هاك واللي بغيتي شي واحد وهذا نجيبو. هي هذيك فاش عرفنا فين هذا سميتو وانت عاوتاني انت تاثرتي بداك الميدان وتبارك الله عليك وعندك غريزه فنيه ماشي غير موهبة فنية غريزة فنية لأنه مشيتي قريتي صغير مشيتي تعلمتي لا كاريغرافي في صغرك درتي لي كول دو كاريغرافي وداك الشيء الآخر دونك تي تي بريباري مهيئ باش تصبح فنان. واحد الزيتيها دخلتي للدومين ديال سميتو البيع والشراء ديال لي طابلو وليتي كتمشي للزاتولي وليتي كتفهم كتقول له هذا لا ما عجبهاش هذا لا ولا هذا دير هذا الستيل هذا وليتي اورينتاتور بلا ما تشعر كتوجه الفن بطريقتك انت على حسب الكوميرس على حسب لوكو ديال لي كوليكسيونور فهمتيني. المهم خلقتي واحد ترويج واحد سميتو ولكن هادشي يعني بالمساعده ديالك انت ومساعده لا انا بالنسبه لي انا دابا انا لو دوفوار ديالي جو لي في واجب ديالي درتو بحال غير على الوطن ولا غير على الفنانه ولا على غير على المجتمع ديالي ولا شي حاجه. خصنا انا اولا قبل ما نولي ندير ناقد سمعت واحد الهضره باب الروح غتخدم التعليم في 63 في التعليم كنخرج كندوز باب الروح كنلقى لي فيرنيساج. انا كنت باغي عاود شحال كنت باغي ندير ليكول دو بوزار هاد غاليريني ود الحرام مشيت عندو قال لي انا المغاربه ما كيقراوش كيقراو غير اللي هدو نصارى لا بانتور. هنا كانت هاد ليكول دو بوزار اللي كانت حدا مسرح الخامس. مهم هذاك صدمني هاد النقطه هذه تكلم فيها شحال ديال الفنانين التشكيليين ما تيعرفوش بان البوزار كانت في الرباط. لا كانت غاليريني هو اللي كان قابطها. مشيت عنده قال لي لا ما لي ماروكان قال لي لا غير لي جويف ولي لي زوروبيان اللي ما كاينش قيدوهم تماك وتماك انا مشيت في حالتي. المهم ومن بعد دخلوا لها شي مغاربه بالفلوس حتى ولا دايرها بالفلوس. ملي كنت على حساب البريتوكتيرا ولا شي حاجه في فرنسا راه كانوا كيتقيدوا فابور وكياخذوا الماتيريال فابور الا ما فرازك شي. كانوا دابا بحال دابا نعطيك ليكول دو بوزار ديال كازا. كازا كانوا كيديروا كيتقيدوا في ليكول دو بوزار ديال كازا. شكون اللي كيعطيهم الماتيريال ويشريهم الماتيريال وسميتو بحال سميتو سيفونسيون بحال اون بيتيت سيفونسيون بحال اون ايد ماتيريال كيعطيهم العمالة كيمشي للعمالة كياخذ الماتيريال ما كيخسرش الريال كيدخل يتقيد وكياخذ الماتيريال من عند العمالة اللي بغى داك لا بانتور لا طوال. المهم المسائل اللي كيحتاجها الماتيريال كله كياخذه من عند العمالة. سيتيون فورم دو سيفونسيون فهمتيني بيتيت سيفونسيون كيعطيوها لهم. تنشكروا الاخوه اللي معنا حاليا على التواجد ديالهم معنا في هذه القهوه هذه ديال مسرح محمد الخميس اللي في الحقيقه بالصدفه تلاقيت الاخ الناقد الكبير بقالي وعطانا هذه الارتسامات البسيطه على الحقل الفني. هي واحد السؤال عندي السير بقالي اللي بغيت نسولو لك. دابا كاين واحد جوج ديال النقط اللي ما تيفهموهمش الفنانين التشكيليين.
كاين القطاع الخاص وكاين القطاع العام. ملي نقولوا القطاع الخاص كاين لي غالري كاين لي فونتون زونشير ومن تنقولوا القطاع العام هي المؤسسات اللي تابعه كيما بحال باب الرواح باب الكبير انت ستار دو تيتشيل دابا انت يعني كان قد عشرتي مجموعه ديال الاجيال شكون اللي تتبان لك بانها هزات من الفنان واش القطاع الخاص ولا القطاع العام؟ جوجهم جوجهم بصراحه بجوجهم وفي الاخر في الاخر توجهات الاخر الاخرانيه ولا وزاره الثقافه ولات كتعاون مثلا نعطيك دابا عاونات في ملي كان الصبيحي عطاو شي شي مناح عطاو شي مناح شي شي سوا ديزون قاد هما مجانا قاد باش يكتبوا دي بيوغرافي وداك الشيء كاين اللي خطا 134 مليون كاين اللي خطا 70 كاين كل واحد اش خطا منهم خطا واحد سميتو باش يكتبوا دي بيوغرافي شي شوفوا داك لي بيوغرافي واش كاينين ما كاينينش جا ملي جا هذا عاوتاني من ورا العرج العرج عاودين دار طريقه اخرى دار داك ردك المجله ديال الفنون ردها عدد واحد غير على معرض الكتاب دخل داك العدد من تحت ما بقاتش داك المجله خرجات عدد واحد بالمناسبه ديال لو سيال ديال معرض الكتاب بالدار البيضاء ماشي سميتو ولاني دار واحد لا راه وصلت يمكن العدد ثلاثه فين هما لا كاينين ما كاينش في السوق يلا وريهم لي نمشي كنقلب عليهم نشريهم كاع ما لقيتهمش هذا هذيك المجلة ديال الفنون كان ضروري تخص هي اللي كدير لو بيلون ديال لي زاكتيفيتي ارتستيك كولتيرال وطياتر وسينماتوغراف المهم كدير كاع كل شيء لو دومين ديال النار اون جينيرال كديرو كامل كتحطو هذيك كانت بيريوديك ولا قالو تريميستريال كاع نقولو كانت مونسيال في الاول ولات تقطعات من بعد نقولوا تريميستريال وتقطعات جا هذا جا هذاك خينا دار واحد العدد اللي قلتي انت ثلاثه انا ما شفتش انا بحال واحد عندك نيت شفتو حتى الثالث كان جابوا لي شفيق الزوكاري فهمتي يعني غير هي وعلاش ما تبعتش علاش ما لا ما دخلش الخزانات لا انا هذاك اللي جابوا لي كادو اما هو راه تحط في لي كيوسك وكذا فهمتي غير باش تكون عندك هاد هاد المعلومات هو تحط في لي كيوسك هو في الحقيقه انا قريت المجله يعني كما قلتي هي في مستوى عالي وغير انت بالك العدد الاول هو اللي كان هو دار العدد الثاني والعدد الثالث ما قلبتش عليه ما لقيتوش علاش لان راك شتي انت الحجم ديالها والمحتوى ديالها في مستوى عالي ما تتبقاش في لو مارشي انا علاش جابها لي اخي شفيق الزوكاري لان كنت قلت لي راه ما نقيتهاش وجابها لي كان عنده واحد العدد فهمتي وجابوا لي فهمتي هذا هو شوف اخي عثمان واحد القضيه راك عارفني انا انا راك بحالك صريح يعني انت هذا دابا قلت لك انا كنقول لك دابا المجله ضروريه وي لانه وزاره الثقافه خصها تكون عندها شي حاجه ثقافه كتخرج مجله ثقافيه كتبين بان وزاره الثقافه راه كتخدم كدير شغلها كدير الواجب ديالها نحو الفنان والفنانه الى اخره وكتفي الكاريزي بالعربيه تعرفت كتربي واحد التربيه تشكيليه ولا فنيه في المقتني ديال اللي كيشري مثلا واخا يكون غير كيلو في الاول غيقبط المجله يمكن تعجبو الى اخره غيبغي يتبع بعد خطره تيترك هي عنوان تتولي قاري مجموعه العناوين ما تنتميش للفكر ديالك وسيرتو اللي دخلنا مثلا دخلت بحال دابا انا مثلا بغيت واحد المجموعه ديال القراء بغيت ندير واحد المره جا عندي غنعطيها لك واحد خينا عرض غير عرض في باب الرواح غيعرض في باب الرواح قال لي تكتب عليا قلت له واخا ما كاين حتى مشكل نكتب عليك بغيت ندير نبقى نمجد فيه ولا نزعتر فيه قال لي لا سبني وهذاك الشيء الله راح وانا نقول هذا خينا الطنان قيس عليه الطان عرفتي شحال كانوا كيجيوه ديال الناس في النار بالمياوات وجا عنده حتى الدليمي الله يرحمه وشرى من عنده ما عمر باب الروح عمر حيت سبيت هذاك خينا قلت هذا خينا غير كيخربق وهادي طان طان ودرنا لعبه ديك اللعبه باش نجيبوا داك الجمهور يشوف
حيت ما تقول له هذا الطنع عيان العسل هذا زوين هذا زوين هذا زوين ايوا الخايب شويه عاود تشري درنا داك اللعبه ديال الخايب اقسم لك بالله باع كل شيء باع كل شيء وجاو له سميت جا ديمي الله يرحمه وجاو الناس مهمين تاع الحاج وقيل الحاج مديوري تا هو ولقينا المهم ناس جاوه مهمين بلا ما نقولوا سميات انا ما عنديش الكاميرا ديال داكشي باش نقول لك فهمتيني ناس مهمين بحال بحال دابا مثلا كتشوف مثلا كتشوف دليمي ولا كتشوف مثلا الحاج مديوري ولا هدف شي محريض ولا كتشوف وزير الاول مثلا اللي كان داك الفيلالي ولا كتشوف وزارة يعني تعطي دعم لهذاك الفنان يعني اللي عرضه وكذلك ماشي الفنان تعطي الميدان الميدان الثقافي بصفه عامه والفني بصفه عامه كيكبر وي فهمتيني كانت ما كتشوفش غير غير داك صحابين اللي باغيين ياكلوا الحلوى ويشربوا هادشي ويضحكوا على البانتر ويزيدوا بحالهم هذه هي الاشارات اللي خص المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين انهم يبداو يجيو يحضروا المعارض الفنيه فهمتي بواحد الشكل كبير ماشي هي لقطات بحال دابا انت قلتي واحد النقطه اللي كتهضر على سميتو على انت مثلا كتقول لي دابا انت كتهضر على على البرلمانيين واش عمرك شتي انت شي رئيس برلمان في شي معرض يلا وريني يجي مع وزير الثقافة شي نهار يدير غير يجول يجول معاه ما فيها باش إلا خرج مثلا مسرح محمد الخامس فيه تظاهرة ديال 115 بانتر ما فيه حتى لقيتي أنت شتي شي واحد ذاك الليلة لا إيوا صافي إيوا صافي نسكتو غنبقى نهضرو عاوتاني هضرة ديال سميتو غادي نمرضو عباد الله ويمرضونا تاعنا وحنا أنا مرضينا هما الدوري أربع شهور وهم أربع شهور وهم مروكين لي مانتيك هاد المسألة هادي واحد ماشي ماندا غير واحد الصريف صغير راه نجيبها لك ونصورها لك ديرها فشي ديرها فوتوكوبي ديرها فشي طابلو ديرها هاديك هي لوفر اللي غادي دير ديالك نجيب لك أربع شهور صورها تما وقول هذا السيد هذا أربع شهور هو سميتو هذا ناقد مغربي اللي فوق 42 عام هو كيكتب وكيمجد في البلاد ودير الشعر على ما عرف شكون هو هذا المهم فهمتيني راه عثمان هذا مشكل هذا مشكل مشكل هذا مش هذا مشكل ديالاش ديال الانتحار انتحر انا لا بلاتي اخي البقالي هذا مشكل ماشي هي ديالك او ديال الوزاره او ديال المسؤولين البرلمانيين حتى ديالنا حنا الفنانين وانا بكل صراحه كي بحال دابا انت كفنان ساعدتي واحد المجموعه ديال الفنانين ورثتهم ورثتهم لا لا دابا انت تتهضر محقك تهضر ولكن انا تنقول لك اشنو خصو يدار شي بحال دابا هذه يعني انت خصك تلوصيها بان راه انا في ازمه انت خصكم تعاونوني يا ما قديتي تقول انت اعطيني الفيفر نقول الفيفر يلاه من دابا واش انا كل اربع شهور نجيب لك الوثائق كاع سميتو ومنضى دايرين جوج دريال كيتفلاو عليه واخا يدير لي ارض ديالك 35 عام وانا كان وانا كنت كندعى في المحاكم وما قبضت شارير باش غني عيش هذا النقيد ولا الاديب ولا الشاعر ولا الحماق ولا ما عرفتش واش باش يلاه وريني شنو هو شنو اش كاين تصدروا منا نديروا باش باش يخليونا نعيشوا ترونكيل ولكن دابا انت بهذه التجربه الكبيره يعني ما تقدش تقترح علينا شي حل دابا حنا شنو هو الحل؟ لا. الحل راه كتبتو الحل هو كتبتو هادشي اللي بغينا نعرفو لا بغيتي تعرف الحل كتبتو كتبت على على ايتو في الساعد ايتو يوسف كان باع واحد الطابلو في حلقه سميتو الحلقه قاعون واحد النصراني ب 35 الف فرنك 35 7000 ريال ذاك الوقت عندها ليها بال جا ذاك النصراني هز ذاك الطابلو هز ذاك الطابلو صيفطو لو فون لينيسيف لينيسيف لو فون ديال لونفونس لو فون دو لونفونس ديال لينيسيف صيفطو المنظمة ديال لينيسيف ذاك الطابلو خرجوا عليه دي كارت دو فو كارت دو فو 4 مليون دو كارت دو فو تصنت دكارت دكاتر 4 مليون ديال دكارت دو فو تباعت بدولار هي 4 ملاير 4 ملاير خرج هذا برودوي لو برودوي دو ملتيبل البرودوي كتسمى لو ملتيب كيخرج دابا من اللوحه خرجت داك اللوحه فراس العام بحال دابا دابا قلبها راس العام هنا شوف واش كاين شي كارت دو فو ولا كارت ديال هذا والبوستار ولا كاين حتى خريق علاش لانه هذا راه الدور ديال الثقافه وزاره الثقافه هي كانت خصها وتخرج السوق غدخل 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 فلوس غدخل فلوس دير كالندريات دير دير بروجيكسيون دير دي كارت دو الى اخره المهم غدخل واحد سميتو تولي ان اندستري كلتشيرال
اون اندستري كولتير، ما تبقاش سميتو وزاره الثقافه، لاندستري دو لا كولتير. عمرك شتي شي واحد دار شي حاجه؟ يلا وريني انت دابا، انت شحال انت في هذا الدومين؟ عمرك شتي شي واحد صاوب كارت دوغ ولا كارت هذا ولا 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 مجله؟ غير مجله دابا في الدار السنه ديال الفنون المغربيه لو بيرون ديال لي زاكتيف. شفت ولكن المشكل انها ما تتباعش هنا في المغرب، تيصدروها لبرا. شفت واحد السيده تنعرفها فهمتي تتشد مجموعه ديال الاعمال ديال الفنانين وتدير دي كارت بوستال مانيفيك تصيفطهم للشعب. حيت كيتباعوا كيتباعوا هذوك الناس كيهتموا هذوك الناس كيساهموا في الثقافه ديال هذوك، كيبغاو الفنان يعيش. من الفنان مثلا يبقى يتبعوا له البروديكسيون ديالو ولي كارت بوستال ديالو ولي كارت دو فو ديالو ولا غيره، غادي يكون ما محتاجش كاع وزاره الثقافه الدعم ديال وزاره الثقافه ولا شي حاجه. واش السيد مليوح في البحر والمواج كتلاطم فيه وهو على بلانشق وكاين داك الاغاثه ديال وزاره الثقافه بالجي تفكو، ما عمر غادي تجي. الناس كيشوفوا واحد في البحر كيصيفطوا هليكوبتر، داك الساعات كتطلعوا اللي بغى يعتق يعتق الثقافه، اللي بغى يكون عنده باتريمون كل شيء، اللي بغى يكون عنده حضور في التاريخ بالنسبه ل سميتو الدول كامله. لانه دابا ملي كتهضر على الايطالي مثلا كيبان لك ليوناردو فانسي سميتو هذا دويل فرنسا كذلك ومثال. حنا راه عندنا مجموعه مبدعين يعني في مستوى فينا ما فينا ما فين في القادوش، راه ما كنفلقوا هذا الشيء. الا بغيتي تقلب على لي زوف ديالهم راه صاحبي راه راه الدوله راه ماشي غير مساله ديال الماده ولا مساله ديال، راه مساله ديال التاريخ تبعنا. غادي داك التاريخ غادي يعاقبنا، غادي يحاسبنا. كتسمى الباتريمون، كاين الباتريمون اورال راه ما اعترفوا به. شنو هو الباتريمون اورال؟ هو داك بجامع الفنا راه معترف به. على ذكر المساله اللي شرتي ليها دابا، انت غتعطيني واحد الجواب مقنع. كي تيجيك الفنان التشكيلي الشاب عبد الفتاح قرمان الذي فاز بميداليتين ذهبيتين متتاليتين والاعلام المغربي ما عطاهش حقه بشكل كبير، وانت تتعرف قرمان حسن علاش؟ لانه كاينه واحد النوع ديال لا مافيا، حنا نهضروا كاع نوع ديال لا مافيا، باغا يبان غير فلان وفلان. وهذوك داك الفنانه اللي فلان وفلان وفلان هم منظمات دوليه. بحال دابا غادي نقبطوا مثلا، نعطيك انا ما نخاف حتى نمشي واحد وغادي نقول لي داك خصني نقول قبط الغرباوي شكون اللي من موراه؟ فين عاش الغرباوي؟ يتيم في الطومليلين تومليلين تومليلين. شكون اللي رباه؟ الرهبان. من موراه الدعم ديال الكنيسه وموراه ديال لاسوسيسيون ديال المعرف ديال مدام بوش ولا معرفش. الغرباوي هو وصل 100 مليون، وين الغرباوي في يامو؟ عاود لك عليه، عاود لك انا عليه كيفاش لقيت الغرباوي وكيفاش هذا ما عندوش حتى باش ذكرني.